دكتورة الحقيني، بداية الزواج وفي ريحة كريهة وقت العلاقة الزوجية عاملة زي زفارة السمك. طيب يا حبيبي، ده بيجي من ممارسات خطأ بتقضي على البكتيريا النافعة اللي احنا بنسميها اللاكتوباسيلاي، اللي هم دلوقتي عملوا لها حاجة اسمها بروبيوتيك عشان ترفع المناعة، هي موجودة في المهبل. الغسولات، المطهرات، العطور في المنطقة دي، استخدام الواقي الذكري بيقضي على البكتيريا النافعة ويطلع حاجة تانية اسمها جاردينيلا، اللي هي البكتيريا السيئة اللي بتعمل الريحة اللي عاملة زي زفارة السمك، وبتعمل التهاب، تكون الإفرازات فيه فروسي يعني عاملة زي الرغاوي كده، ولونها يعني زي رمادي أو أبيض باهت. احنا لازم ناخد عينة ومسحة ونعالج وتاخد مضاد حيوي لمدة أسبوع عشان تقدري تخلصي من الموضوع ده، وحاولي ان انت ترفعي من المناعة بتاعتك العامة، وحاولي كمان ان انت تستخدمي ملابس قطنية والملابس بتاعتك تتكوى او تتغسل وتتعقم كويس الملابس الداخلية. وطبعا لازم يحصل توقف على العلاقة الزوجية لغاية ما نخلص الكورس بتاع المضاد الحيوي اللي هو المترونيدازول او الكلندا.